السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بأبناء الوطن العربي الجميل في كل بقاع الأرض. النهاردة إن شاء الله في مادة الاستاتيكس أو بتسموها الميكانيكس هنتكلم عن موضوع جديد اسمه التراسس. التراس عبارة عن زي ما احنا شايفين كده مجموعة من الممبرز، كل خط من دول اسمه ممبر عنصر او element، يلتقوا في مجموعة الممبرز دول في نقاط اسمها joint. يبقى joint مجموعهم دول كذا joints عندنا في الشكل، وفي عندنا هنا support، هنا وهنا، ده اسمه roller support زي ما خدنا في الشابتر السابق، شابتر الإكوليبريم أوف ريجيد بادي. كان في أنواع كتيرة من السبورتس، منها رولر، منها بين أو هنجد، نفس الشيء، وكان في فيكسد سبورت، وكان في مجموعة من السبورتس الأخرى درسناها في الشابتر اللي فات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التراسس، إزاي نجيب القوة في الممبرز ونعرف إذا كان شد أو ضغط. عندنا طريقتين لإيجاد الفورسز في الممبرز على حسب طلبه. لو طلب كل الممبرز نسميها joint method، ولو طلب بعض الممبرز زي مثلا CD CF GF في الغالب يطلب ثلاثة مع بعض كده يقطعهم، يعني ناخدهم بمقطع واحد، فساعتها هنقول السكشن ميثود. يبقى الشابتر ده مطلوب مننا احنا نجيب الفورسز في الممبرز المطلوبة في السؤال. لو كانت مجموعة من الممبرز تهمني شوية زيادة، او احنا عارفين ان عليها او فيها فورسز اكثر، ندرسها بس وخلاص. ممكن نوحد الشكل كله، يعني نخلي كل المقاطع نفس المقاطع الخطرة. طبعا الاقل خطوره خلاص يمشي الحال طالما انت اديته اريا كبيره. طيب الجوينت ميثود، لا هدرس كل النقاط وهجيب كل الفورسز. طيب هفترض في الحالتين ان احنا عندنا الرياكشنز، يعني عندي الاي واي والاي اكس والاي واي، طبعا دول نجيبهم بمعادلات الاتزان للشكل كله قبل ما اقطع، قبل ما اعمل اي حاجه. سيجما الاف اكس يساوي صفر، سيجما الاف واي يساوي صفر، سيجما المومنت يساوي صفر عند مثلا الاي، فابدا بيها اجيب الاي واي، وبعدين سيجما الاف واي اجيب الاي واي، وسيجما الاف اكس اجيب الاي اكس، زي ما خدنا في الشباتر السابق. يبقى الرياكشنز نعتبرها موجوده، المطلوب مننا نجيب الفورسز في الممبرز كلها او بعضها. فلو هنجيب في كلها بنجيب الجوينت ميثود او نختار الجوينت ميثود. اعمل ايه؟ هنبدا بنقطه عندها تو النونز فقط، الاتنين دول خلاص معلومين من equilibrium equations. لو بدأت عند نقطة A هتلاقي بس تو فورسز، أبدأ بأنهي سيجما اف اكس وسيجما الاف واي. لو سيجما الاف اكس هيدخل معايا ده وده، ده هيتحلل، لكن لو سيجما الاف واي ده ما يدخلش، بس ده اللي يدخل. أجيب التو فورسز دول، وبعدين أنتقل النقطة دي أو الجوينت بي، في الأصل كان عندها 3 انونز، بس أنا عرفت ده صار عندها 2 انونز. دي كان عندها 1 2 3 4، عرفت ده لسه عندها 3، لكن لما ادرس نقطه بي هجيب ده، يبقى عندها بس 2. يبقى هنقول كده بعد حساب الرياكشنز، هنقول كده نبدا بنقطه اللي هي جوينت، يعني لديها مجهولان على الاكثر. ممكن يكون عندها مجهول واحد، اكون جبت اوريدي مجهول وفاضل مجهول تاني، وبعدين نطبق المعادلة التي تعطي مجهولا مباشرة قدر الممكن، طبعا قدر الممكن لتجنب معادلتين بمجهولين.
طيب وبعدين اطبق ايه بقى عند النقطة دي؟ نطبق نقول بقى سيجما الاف اكس يساوي صفر، نعتبر اتجاه اليمين موجب، وسيجما الاف واي يساوي صفر. ده عند كل جوينت ليك حق في دول. نقول يمكن تطبيق او استخدام معادلتين دول عند كل جوينت. طيب فضلت مثلا في الشكل اللي قدامنا، جبت من النقطة جبت الاتنين دول، هنا جبت الاتنين دول، بعدين وقفت هنا جبت الاتنين دول، خلصت دول. طب بدل ما اكمل من هنا ممكن ابدأ من الناحية التانية، حتى لو كان في غلط ما يتراكمش. هبدأ من هنا اجيب الاتنين دول، جيت هنا جبت الاتنين دول، وقفت هنا جبت الاتنين دول، فاضل النقطة المنبر ده اجيبه من فوق او من تحت، وممكن اجيبه مرة من عند نقطة جي ومرة من الجوينت سي، اتأكد سواء كده او كده ان نفس القيمة، فيبقى كل شغلي صح. طيب يبقى نستمر بتطبيق معادلتي الاتزان حتى يتم إيجاد كل القوى المطلوبة. لا ننسى تقول تنشن أو كومبريشن، تكتب لوحدها طبعا. طيب السكشن ميثود، احنا عايزين او مهتمين بمجموعة من الممبرز وليكن التلاتة دول. هنقول ايه؟ هنقول نقطع في العناصر المطلوبة، وبعدين نفصل الجزء الايمن او الايسر في شكلنا اللي فوق، ممكن يكون جزء اعلى او جزء اسفل، نطبق معادلات الاتزان الثلاثة بقى، سيجما الاف اكس سيجما الاف واي على الجزء المفصول. طيب انا قطعت الثلاثة دول، لو خدت المومنت عند مثلا النقطة دي، الاتنين دول يلتقوا اقدر اجيب ده، لو خدت المومنت هنا الاتنين دول يلتقوا اقدر اجيب ده. احاول اخلي الاتنين دول يلتقوا يمكن صعب شوية، فاخد سيجما الاف اكس او سيجما الاف واي، اقدر اطبق سيجما الاف اكس تساوي صفر، اقدر اطبق سيجما الاف واي يساوي صفر، اقدر اطبق سيجما المومنت يساوي صفر اكثر من مرة، مفيش مشكلة، ممكن اطبق ثلاث مرات سيجما المومنت واجيب الثلاثة من سيجما المومنت، طبعا افضل ممكن اكثر من مرة. عايز اقول بقى كده ايه، يفضل يفضل تاخد سيجما المومنت يعني قد ما تقدر. ليه؟ لو مثلا احنا بنقطع زي ما قلنا التلاتة دول، خدت هنا جبت ده بغض النظر عن القيمتين دول، خدت المومنت هنا جبت ده بغض النظر عن اللي انا جبته، لو عرفت اخلي ده وده يلتقوا في نقطة واخد مومنت عندها اجيب ده، بس لو صعبة خلاص هطبق سيجما الاف اكس مرة سيجما الاف واي مرة، اتأكد اللي انا جبته صح. قبل ما انتقل للمسائل عايز اعرج على موضوع اسمه الزيرو ممبرز. يفضل قبل ما ابدأ يعني اشيل الزيرو ممبرز اللي انا متأكد ان فيها يعني صفر فورس، يعني مثلا نقطة بي يلتقي عندها 3 ممبرز ومفيش قوة، ده يساوي ده لان سيجما الاف اكس يحتم ان ده يساوي ده، طب سيجما الاف واي مفيش حاجة هنا، يبقى ده اسمه زيرو ممبر. اشيل كل الزيرو ممبرز من الشكل، مفيش طبعا زيرو ممبرز ثانية هنا، لكن مثلا شوفوا اشكال زي كده، اتنين يلتقوا وبينهم زاوية قايمة ومفيش قوة عندها، لو خد سيجما الاف اف اكس ده ما معوش حد، سيجما الاف واي ده ما معوش حد، طب لو التقوا بزاوية زي كده هقول سيجما الاف اكس ده يتحلل ما معوش حد يبقى ده صفر، ما تبقاش الا ده سيجما الاف واي يبقى ده صفر، يبقى الشكل تقلص لكده. ادرس ده احسن من ادرس كله. طيب لو عندي شكل زي كده، اتنين على استقامة واحدة ده وده، واحد عمودي عليه، لو خدت سيجما الاف واي اعتبر ده اكس سيجما الاف واي يبقى ده بصفر، طب لو كان مايل شوية برضه نفس الشيء، اعتبر ده اكس وده واي، فلما احلل ده هيجي كده ساين ثيتا تجاه ده معوش حد يبقى ده برضه صفر.
يبقى اي اتنين على استقامة واحدة وخارج منهم منبر ثالث ومفيش عند الجوينت فورس، يبقى على طول الخارج ده يساوي صفر. هنطبق مجموعة البرنسبلز اللي احنا اتكلمنا عليها دي في مجموعة من المسائل، يعني يتأكد فهمنا وتخلينا نعرف نتعامل مع مسائل التراسس سواء بالجوينت ميثود او بالسكشن ميثود. يلا بينا.